الرحيم. انا صالح بحضراتكم مبدئيا وقبل اي حاجه، الف الف مبروك لكل الزملكاويه في مصر، الف مبروك لكل زملكاوي على لقب الدوري رقم 13 بعد الفوز على الانتاج الحربي النهارده 2-0 وحسم الرقم رسميا. الف مبروك لكل زملكاوي في مصر. دي حاجه كنا لازم نبدا بيها عزيزي، فلو انت فاهم ان احنا كنا هنيجي نتكلم عن الفار وان التحكيم هو اللي عطى الدوري للزمالك وان في توجيهات من جهات غير مباشره ان الدوري يروح للزمالك، فلا معلش يا صاحبي الكلام ده مش عندنا هنا، الكلام ده هتلاقيه في قنوات المؤامرات اللي انت ممكن تكون بتتشد الفرجه عليها شويه. احنا جايين هنا نتكلم احنا ليه خسرنا الدوري في الملعب. الموضوع مش بره الملعب، احنا خسرنا الدوري السنه دي في الملعب. عايز اثبت لك دليل، دليلك مثلا كاهلاوي تغييرات بيتسو موسيماني في اغلب الماتشات واعتماد بيتسو موسيماني على 4-3-2-1 اللي بينهي بيها اغلب الماتشات والاهلي متفوق بهدف، بتلاقي ان سيد موسيماني بيقرر ان احنا محتاجين نرجع الفرقه لورا شويه علشان ما نستقبلش اهداف. طب هل دي شخصيه النادي الاهلي؟ اطلاقا. طب هل ده منهج النادي الاهلي؟ اطلاقا. طب موسيماني بيعمل كده ومحدش بيعترض ليه؟ واخد 2 افريقيا في 8 شهور، هتقول له ايه ده يا باشا؟ هتقول له انت بتنايه ليه؟ هتقول له ان هو ما بيعرفش يغير؟ هتقول ان الراجل اول ما بيفكر يعمل تغييرات الماتش بيتقلب على الاهلي؟ هتلاقي ان الراجل بيعمل تغييرات غريبه جدا وتغييرات في عالم كره القدم تلاقي ان هي مضحكه اكتر ما هي بتساعد الفريق على ان هو يؤدي اداء جيد؟ محدش يقدر يقول كده، ليه؟ قلت لك 2 افريقيا في 8 شهور، محدش يقدر يتكلم ولا يقول اي حاجه. طب لعيبه النادي الاهلي هتتحمل خساره الدوري؟ طبعا تتحمل خساره الدوري. هل لعيبه النادي الاهلي اساسا تستحق ان انت تراهن عليها ان هي تاخد الدوري السنه دي؟ والله الكلام ده فيه وعليه، لانك لو بصيت على اجنحه النادي الاهلي هتلاقي ان انا زي ما بقول لك كل فيديو نقول اجنحه كنتاكي وان اجنحه النادي الاهلي اقل بكتير جدا من ان هم يكونوا لعيبه في النادي الاهلي مطالب منهم ان هم يكونوا جاهزين اغلب الوقت، لان احنا عارفين بسم الله ما شاء الله احنا عندنا لعيب زي صلاح محسن وطاهر محمد طاهر محسومين علينا واحد فرد واحد جناح، ان هم بيكونوا ماتشات عاليين جدا وماتشات حالتهم المزاجيه بتكون عاليه فبيقدم مباراه كويسه، وماتشات تاني بيكونوا سيئين جدا. طيب المحترفين الاجانب وواحد زي جونيور اجاي، اجاي انا مش عارف لحد دلوقتي هو ليه موجود في النادي الاهلي في لحد 2021. اجاي كانت نهايته بعد رحيل عبد الله السعيد ووليد ازارو، مش عارف ليه النادي الاهلي احتفظ بجونيور اجاي، دي حاجه انا نفسي افهمها. فلما اجاي لعيبه المنتخب الاولمبي راحوا طوكيو ومعاه محمد الشناوي واجاي جات له فرصه ان هو يكون موجود جوه الملعب، اجاي كان سيء جدا وما كانش قادر يستغل الفرصه دي، وبرده مش عارف لحد دلوقتي ايه موقف جونيور اجاي، هل جونيور اجاي هيقعد ولا هيمشي؟ لان احنا كل سنه بخش في نفس المعادله دي، اجاي هيقعد ولا هيمشي؟ طب حسين الشحات، حسين الشحات في ماتشات بيكون عالي جدا فيها، في ماتشات بيكون سيء جدا فيها، تذبذب مستوى غير طبيعي للثلاثي الامامي في النادي الاهلي او في الثلاثي بتاع خط الهجوم. مين بقى اللي اهم واحد فيهم؟ محمد شريف، اللاعب اللي احنا كنا جايبينه كجناح بس بعد كده كابتن حلمي طولان او موسيماني زي ما هو بيقول ان هو قرر ان هو يخلي محمد شريف مهاجم صريح، هو اللي ابتدع دي. تمام يا معلم، محمد شريف اهم عنصر حاليا في منظومه النادي الاهلي الهجوميه، علشان كده محمد شريف لما طلع في الماتش بتاع الاسماعيلي مصاب انا قلت ان دي اكتر لقطه ازعجتني جوه المباراه، مش تعادل النادي الاهلي، مش ان احنا كنا سيئين، مش ان احنا بدنيا منهارين، مش ان احنا بدنيا مش قادرين لان الجدول المضغوط وتراكم المواسم وكل الماتشات اللي بنلعبها كل 3 ايام واحنا بدنيا مش قادرين لان احنا قرارات اداره النادي قبل كده في استمرار دوري السنه اللي فاتت هي اللي احنا بنتعاقب عليها السنه دي وهنتعاقب عليها السنه الجايه وهنتعاقب عليها السنه اللي بعديها، علشان خاطر ما ينفعش ان احنا نكون عاملين سلسله مباريات وسلسله فوز والدوري يتلغي علشان خاطر كورونا. انا لازم نكمل دوري، مش مهم الدوري اللي بعديه هيحصل فيه ايه. ده يعني احنا خسرنا الدوري علشان خاطر ادارتنا هي اللي لبستنا في الدوري بتاع السنه دي وتلحقنا الماتشات؟ حاجه زي كده. طب خسرنا الدوري السنه دي بسبب تغييرات موسيماني؟ اه برضه خسرنا الدوري السنه دي بسبب تغييرات موسيماني، لان لو انت عندي هنا في القناه فانا قايل لك بقالي فتره طويله جدا موسيماني ما بيعرفش يغير، وتغييرات موسيماني هي اخطر على الاهلي من المنافسين. هو اتفرجت النهارده على مباراه الاهلي والجونه فخارج دليل التغييرات بتاع الراجل، يعني انت كسبان الجونه وخلاص الدوري خلصان وخلاص اتاكدت ان الزمالك كسبان، خلاص بتطلع مجدي قفشه وتنزل رامي ربيع ليه؟ هي زياده تامين دفاعي، يعني اللي هو انت بتنيل ليه؟ عادي خلاص الدوري خلص. طب الماتشات اللي قبليها منهج واضح عنده ان هو بعد الدقيقه 70 بيقرر ان هو يلعب 4-3-2-1، اللي هو طب ليه طيب افهمها ازاي؟ دي مش شخصيتي، انا كنت متعود ان انا بجيب الثاني بدور على الثالث بدور على الرابع، انما معاك انت بقيت بجيب جون وبريح. ما حد بيقول لكم ليه؟ زي ما قلت لك ام الاثنين افريقيا 3-8 شهور هم اللي هيفضلوا دايما واقفين للراجل كحائط صد وحائط الدفاع عنه وان الراجل ده راجل كويس. طب هل الراجل ده فعلا راجل كويس جوه الملعب؟ وهل الفريق جوه الملعب عنده افكار هجوميه؟ اطلاقا. الفريق الشق الهجومي عباره عن شويه فرديات بس، الموضوع ما فيهوش اي حاله جماعيه، الموضوع فيه ان في تطبيل من اعلام، ان في تطبيل من سوشيال ميديا للراجل لا اكتر ولا اقل، وزي ما قلت لك في تطبيل لمدير فني، في تطبيل للعيبه قليله زي لعيب زي محمد هاني ده مع احترامي، محمد هاني ده من اكتر لعيبه في مصر دخلت دعم
بيلعب بعد شريف الكرامي، بس مع كده هو لعيب سايب وهو لعيب دايما بيكون صخره. لما تلعب النهارده قدام فرقه زي الجونه، فرقه بتلعب منتصف جدول، فرقه بتكون مرشحه للهبوط ويرموا اللعب كله عن طريق محمد هاني وكابتن رضا شحاتك ومحضر شغله كله على ان هو يلعب ورا محمد هاني، فمعلش كارب النهارده والله يا جماعه. احنا قلنا السنه اللي فاتت ان فتحي لما يمشي انت هتقرر انك تروح تجيب باك يمين يا تفكر ان انت تراهن على محمد هاني. خلاص راهن على محمد هاني، فشل. كريم فؤاد افشل من محمد هاني بمراحل. فاحنا كده بنعرج يا جماعه، خساره الدوري دي لازم تعلمنا حاجه، ان احنا الاستمرار في الفشل هو افشل من كل اللي احنا بنعمله. استمرار مروان محسن، استمرار والتر بواريا، استمرار لعيبه زي رام ربيع او سعد سمير هو تضييع وقت. احنا محتاجين طفره ومحتاجين ان احنا نعمل مسبحه بجد بسبب خساره الدوري دي. انما هنقعد نهرج ونقول ان الموضوع موضوع تحكيم، عمرنا في حياتنا ما هنطلع خطوه لقدام. فانت قرر دلوقتي انت عايز تعمل ايه؟ عايز تطلع خطوه لقدام ولا عايز تقعد تتكلم في تحكيم وعايز تقعد تتكلم ان ضربه الجزاء بتاع الهدف الثالث وان بلا 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 لا، لا. هنقعد نشتغل بعض. وهتقول لي لا لا الزمالك خد حتى ضربه جزاء، انت شفت الكره بتاع احمد فتوح كره ضربه جزاء على فكره، بس لا انت في اله اعلاميه شغاله ان الزمالك خد ضربه تحكيم. تمام يا معلم، هنفضل كده مش هنعمل اي حاجه، مش هنجيب صفقات. هتقول لي لا معلش هم بيخلصوا في صفقه بيرسي تاو وبيخلصوا في صفقه مكسويني. طب تمام، احنا محتاجين دلوقتي ان احنا نتكلم في باك يمين، مش محتاجين نتكلم في كل ده. بس كل ده ليه قصص بعدين، احنا جايين نتكلم النهارده على خساره الدوري، وبعد خساره الدوري لازم كلنا نبارك لاخواتنا الزملكاويه، وملهاش جو ان احنا نقعد نعمل تحفيل لان ده مش روشنه وده مش حب النادي الاهلي اكتر ما هو شغل حرقان. معلش يعني انت حرقان ان الزمالك خد دوري السنه دي، فالموضوع عندك انت مش عنده هو. لو عجبك الفيديو ده لو عجبك اعمل لايك، لو ما عجبكش براحتك بقى.